تعزيزا للاحتياطي الوطني من الدم، حملات واسعة للتبرع على غرار تلك التي بادرت بها جمعية الوفاء بالعهد لبلدية ولاد موسى لفائدة المستشفيات، يقول محمد ياسين نقاش. هم مواطنون أتوا لتلبية نداء الواجب. اتصلت بنا جمعية الوفاء عقيم الصحة وجينا نقدم الواجب تاعنا للمواطنين. كاينه ندرة في المتبرعين وان شاء الله نكونوا واعيين ونقدموا المساعدات للمستشفيات اللي هما مسحقين الدم ان شاء الله. هذه الفتره شويه صعيبه، ما لازم نكونوا احنا واجدين نتعاونوا بعضنا البعض. الفكره جاءت استجابه للوضع الصحي الحالي. نحن بعد هذه النداءات التي أطلقها مستخدمي الصحة أن هناك نقص حاد، ارتأينا إلا أن ننظم حملة تبرع بالدم من أجل دعم المؤسسات الاستشفائية وخاصة المقبلين على العمليات الجراحية والنساء أيضا الحوامل مرضى السرطان، أيضا هم بحاجة ماسة إلى الدم. المبادرة قد تبدو بسيطة لكنها عميقة الجوهر في إنقاذ الأرواح.